يلعب مجلس محافظة نينوى بورقته الأخيرة وفي الوقت الضائع بعد قرار حله من قبل مجلس النواب، إلا أن جلسته الأخيرة الانتقامية وصفت لتصفية الحساب مع محافظ نينوى بتصويت 22 عضوا من أعضائه على إقالته بحسب طلبه، الأمر الذي جاء بنفيه المرعيد معتبره مؤامرة لإقصائه. لم أقدم استقالة إلى مجلس محافظة، أولا لم يذكر تاريخ في الاستقالة في طلب الاستقالة، ثانيا المفروض إذا كان أكو هكذا شيء ترسل بكتاب رسمي. أنفي نفي قاطع بأني قدمت استقالة إلى مجلس المحافظة، وكيف لي أن أقدم استقالة إلى مجلس منحل أصلا؟ كثير من الجهات وهي من خارج نينوى جهات سياسية حاولت مرارا وتكرارا بأجل الاستفادة من أموال نينوى بطريقة غير مشروعة. هناك ابتزازات كثيرة حصلت، ولا يمكن أن نسمح أن نتهاون أنه نسمح لأيادي أنها تمتد على أموال أهلنا وناسنا وشعبنا في نينوى. وبحسب المراقبين فإن مجلس محافظة نينوى المنحل لا زال يعمل بذات الأساليب الابتزازية لكسب مصالح شخصية، فرغم قرار حله وتسلم النائب الثاني للمحافظ الأمور المالية والإدارية للمجلس، إلا أنه مستمرا في عمله ورافضا لقرار حله لحين صدور الطعن المقدم من قبله. جلسة تعقد في مجلس أو أصلا منحل ومجمد، ما أعتقد أنه هذا الشيء صح. يعني أعتقد أن هذولا يعني يعتبرون حاليا أعضاء سابقين في مجلس محافظة نينوى. اليوم محافظ نينوى لا زال موجود رغم أن هذولا دي يقضون جلسات، دي يحاولون يقيلونه اللي هم جابوا، هم قبل أشهر جابوا المحافظ وقبل جابوا المحافظ اللي قبله، فهم يعني أعتقد أنها صفقات، يعني صفقات عبارة عن صفقات ما بين الكتل. وبحسب القراءات المأخوذة من المراقبين فإن ورقة الإقالة قد كتبت في وقت سابق للضمانات حول اتفاقيات وصفقات قد تنصل عنها المرعيد، وجاء استخدامها في هذا الوقت لغرض الابتزاز أو سلب المنصب الذي منحوه قبل عدة شهور. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.